ألف سردة وسردة معي أنا لقمان ديري. هكذا حدثنا هرددشت. أسعد فضة في العالم دخل الممثل سين إلى مكتب الأستاذ أسعد فضة مدير مهرجان بصرة مطالبا إياه بحقوق غامضة له، فاعتذر منه السيد فضة وأفهمه أن حقوقه المزعومة يجب أن يطالب بها مهرجان المحبة والسلام. وهكذا مضى الفنان سين إلى مدير مهرجان المحبة السيد أسعد فضة وطالبه بحقوقه وأتعابه في المهرجان، فاعتذر منه السيد أسعد فضة ورده خائبا يعني طنشه. وهكذا أسقط في يد الممثل سين وشعر باليأس والإفلاس المحتوم، ولكن صديقا له نصحه بأن يشتكي إلى مديرية المسارح والموسيقى. فسارع الممثل سين إلى مدير المديرية السيد أسعد فضة وشرح له كيف طنشه مدير مهرجان بصرة ومدير مهرجان المحبة والسلام. وهنا تأسف أسعد فضة من تصرفات مدير مهرجان بصرة أسعد فضة ومدير مهرجان المحبة والسلام أسعد فضة، ووعد بمعاقبتهما. وبعد مرور أيام وشهور وجد الممثل سين أن شيئا لم يتحرك في قضيته، فقرر الذهاب إلى نقابة الفنانين. وهناك طرق على باب نقيب الفنانين السيد أسعد فضة وشكى له أمره، فانزعج نقيب الفنانين أسعد فضة من تصرفات مدير مديرية المسارح أسعد فضة ومدير مهرجان بصرة أسعد فضة ومدير مهرجان المحبة والسلام أسعد فضة، وقال: لا أعرف من أين يأتون بهكذا مدراء. ولكنه أعقب هذا بقوله أن لا حيلة له في هذا الموضوع. وهكذا خرج سين متشائما ويائسا، إلا أن أحد الأصدقاء من متابعي المسلسلات الفانتازية نصحه أن يذهب إلى الشخص الشهم الشجاع سيد القوم وسيد الجوارح الذي لا يرد طلبا لأحد، ألا وهو ابن الوهاج. هكذا حدثنا هرددشت. كنتوا عم تسمعوا لقمان ديركي بألف سردة وسردة عهوى راديو سوريالي.